على سفوح تل سيجنال في قلب كيب تاون، هذه البيوت تعكس دفقاً حاراً من ألوان الفرح. منطقة بوكاب متعددة الثقافات كما الألوان، تبدو كلوحة زاهية، وقد أصبحت معلماً سياحياً بارزاً يجذب الزائرين إلى جنوب إفريقيا. صبغ المنازل هنا ليس عبثياً، بل باتفاق بين الجيران للحفاظ على المشهد المتناسق، غير أن منغصات النهضة العمرانية تزعج أهل الحي. التطور العمراني الذي تسعى الحكومة لإدخاله على المكان يزعجنا جداً. تظاهرنا ضده كثيراً لأنه يغير من طابع المكان وملامحه. تحتضن المنطقة التي يشكل المسلمون حوالي 90% من سكانها أقدم جامع ليس في كيب تاون فقط بل في عموم البلاد. عمره أكثر من قرنين ويضم مصحفاً مخطوطاً نادراً. لقد أمضى الشيخ الإندونيسي توانغورو 13 عاماً في سجن روبن، كتب خلالها من حفظه نسخة القرآن هذه بخط يده، وبعد خروجه من السجن جاء إلى هنا وعلم الكثيرين. وراء هذه الجدران الملونة قصص نحتت في ذاكرة التاريخ كما وجدان السكان. يعود تاريخ المنطقة إلى القرن 18 عندما جاء الهولنديون بالعبيد من الهند وآسيا لخدمتهم. حينها حرمهم المستعمر من استخدام الألوان، واليوم أثث الخلف واقعاً جديداً نهضوا به من ركام العبودية التي عاناها السلف. قبل عشرات السنين لم يكن مسموحاً للقاطنين في بوكاب بطلاء منازلهم إلا باللون الأبيض، ولكن بعد طي صفحة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا باتت الألوان هي السمة المميزة لهذا الحي. رفيدة ياسين، العربية، كيب تاون.